من خان يونس ينضم إلي الزميل بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير أهلا بك، آخر التطورات الميدانية والإنسانية ربما في كافة أرجاء القطاع. تحية لكم. يعني التطورات على صعيد القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف باتجاه كل محافظات قطاع غزة، دعنا نبدأ بالحديث عن شمال القطاع. نتحدث هنا عن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا التي تشهد تلك المناطق عملية عسكرية منذ نحو 50 يوما متتالية، دمرت كل محافظة الشمال من حيث المباني والمنشآت، الطرقات، حتى البنى التحتية تضررت بفعل هذا القصف الإسرائيلي المتواصل. آخر هذا القصف كان باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في منطقة جباليا، حيث ارتقى عدد من الشهداء والمصابين جراء هذا الإطلاق المتكرر من الطائرات المسيرة باتجاه مجموعات الفلسطينيين الذين يحاولون التحرك والتنقل في شمال قطاع غزة، والتي تلاحقهم وتقوم بإطلاق النيران والرصاص باتجاههم. أيضا ما حدث بساعات الفجر مع مستشفى تل كمال عدوان الذي يقع في مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حيث تعرض هذا المستشفى إلى قصف مباشر من تلك الطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى إعطال إمدادات الأكسجين في داخل المستشفى، بالإضافة إلى فقدان خزانات الوقود، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بات المرضى والجرحى في خطر شديد. وأيضا أصيب في هذا القصف أيضا الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى بجراح متوسطة الخطورة. الحقيقة بأن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي كان لا زال يعمل باتجاه شمال القطاع ويقدم خدماته للمرضى والجرحى، لكنهم أصيبوا وتوقف هذا المستشفى أو شبه توقف عن العمل بسبب تكرار القصف الإسرائيلي على الشمال. إذا تحدثنا عن مدينة غزة، أيضا قصفت مدينة غزة وتحديدا حي التفاح في مدينة غزة والذي يقع إلى الشرق من المدينة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. في المحافظة الوسطى مخيم البريج ومخيم المغازي ارتقى في هذين المخيمين 7 شهداء جراء قصف إسرائيلي طال منازل للفلسطينيين. أيضا نتحدث عن إطلاق متكرر للقذائف المدفعية باتجاه المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى، حيث تقع هذه القذائف بالقرب من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل الشمال عن الجنوب في قطاع غزة. طيب، هنا في المناطق الجنوبية لرفح والمناطق الجنوبية للقطاع، حيث مدينة رفح أيضا لا زالت تتعرض إلى قصف مستمر من الآليات العسكرية الإسرائيلية. لكن الخطير في الأمر من الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين التي باتت متدهورة بشكل كبير، أولا لانقطاع كل المواد الإنسانية في قطاع غزة نظرا لعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخولها. نعم. هنا تنتشر مجاعة حقيقية في المحافظات. طيب. الجنوبية، يضاف إلى ذلك المنخفضات الجوية التي أغرقت خيام النازحين بمياه الأمطار. شكرا جزيلا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس في قطاع غزة على كل هذه التفاصيل.